بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 19 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الليلة يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ونحن في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلته، حياكم الله وبياكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا الكرام، سوف تستمعون بإذن الله في هذه الحلقة لإجابة عدد من الأسئلة عن حكم الذبيحة للضيف، وعن صلاة الوتر بثلاث ركعات كم تسليمة فيها، وعن توجيه من شهد على ربا وهو كاره، وعن لمس الحوار وشرب حليب الناقة هل ينقض الوضوء أم لا، وعن بعض صور البيع هل هي ربا، وعن ذهب لم يزكى منذ 10 سنوات. ثم أسئلة من الأخت سين من المدينة عن صلاة من تحمل طفلا عليه الحفائض الصحية، وعن بعض صور السفر وهل فيها قصر أم لا. ثم أسئلة من سليمان جادو من غينيا عن تحديد الأذكار بأعداد معينة كـ70 و100، وعن صيام يوم الخميس والجمعة أو الجمعة منفردا، وعن من قرأ في الشفع بغير بل بقول هو الله أحد، وعن استعمال بخاخات الربو وقطرات الأنف والعين للصائم، وعن حكم الصلاة في مسجد خصصت بداخله أرض لدفن الصالحين فيها وليس فيها أحد مقبور. ثم مجموعة من الأسئلة لإحدى المستمعات عن الزواج من رجل لا يصلي والمرأة مكرهة، وعن حكم ستر المرأة كفيها، وعن الصحيح في الحجاب، وعن من أجبرها والدها على الكشف أمام ابن عمها، وعن حدود معاشرة من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعن طلب المرأة للعلم من رجل في ستر ومن غير خلوة. وفي آخر أسئلة هذه الحلقة سؤال عن حضور بعض حفلات الزواج إذا كان فيها منكرات في اللباس أو الغناء أو الشعور أو غير ذلك. فإلى أول أسئلة هذه الحلقة. أولى رسائل هذه الحلقة من المستمع فراج، سوري مقيم في الأردن، يسأل عن الذبيحة للضيف هل هي حلال أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن إكرام الضيف من الأمور الواجبة في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف هذا من الواجبات. إذا كان هذا الضيف من المجتازين في القرى أو في البوادي أو البلاد التي ليس فيها مطاعم، فتضييفه إذا نزل به هذا من الواجبات على المسلم، ولا بأس أن يقدم له ما تيسر من الطعام أو أن يذبح له الذبيحة لإكرام. هذا من الأمور المستحبة، فتضييفه بالذبح أو بصنعة الطعام أو بتقديم ما تيسر مما يسد حاجة الضيف هذا أمر واجب. وأما الذبيحة فهذا من المكملات، إن حصل فهو من المكملات وإن لم يحصل فليس بواجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صليت 3 ركعات وتر هل أصليها بسلام واحد أو بسلامين؟ الأفضل أن يصليها بسلامين، صلي ركعتين للشفع ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويأتي بركعة الوتر ثم يجلس بعدها ويتشهد التشهد الأخير ويسلم، هذا هو الأفضل. وإن سردها بسلام واحد من غير أن يجلس بينها فهذا جائز أيضا، لكن لا يشبهها بصلاة المغرب بأن يجلس بعد الركعتين الأوليين للتشهد الأول ثم يقوم، هذا منهي عنه، لا يشبهها بصلاة المغرب، وإنما يسردها بسلام واحد. نعم. سلامكم الله. المرسل محمد سودين حماد الفهد من المملكة الأردنية الهاشمية بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: خرج أخي من البيت وكانت له حاجة ضرورية، وعندما وصل إلى مكان حاجته لقي رجلا يعرفه فأجبر
أجبره على أن يشهد على مال ربا وما كان نيته التوقيع والشهادة لكنه خشي منه، فهل عليه كفارة؟ وإن كانت عليه كفارة فما مقدارها وبماذا توجهون؟ جزاكم الله خيرا. هذه شهادة محرمة، الله العافية، ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. هذه شهادة زور، شهادة محرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فجعل الشاهدين من جملة من تقع عليهم اللعنة، لأنهم وثقوا هذا الربا بشهادتهم وتعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب عليه التوبة إلى الله وأن ينقض شهادته، أن يذهب إلى الكاتب الذي كتب شهادته أو إلى القاضي إن كان وثقها عند محكمة، أن يذهب وينقض شهادته. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: نحن أصحاب مواشٍ وربينا حيران في البيت، وعندما يقوم شخص منا بالوضوء قد يلمس الحوار بعد وضوئه، فهل ينتقض الوضوء أم لا؟ وهل شرب حليب الناقة أيضا ينقض الوضوء أم لا؟ الحوار طاهر، الحوار الذي هو صغير الإبل هذا طاهر، ولا بأس بلمسه، ولا بأس، وبوله طاهر وروثه طاهر ولعابه طاهر، فهو حيوان طاهر لا يضر. وأما شرب لبن الناقة فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء هو أكل لحم الجزور خاصة، أكل لحم البعير خاصة. أما شرب لبن الناقة فهذا لا يدخل في نقض الوضوء. نعم، أثابكم الله. يقول: نحن أصحاب مواش وبسبب الجفاف نأخذ الطن من الشعير من التموين 79 دينارا، ونأخذه من التجار إلى مدة 8 أشهر دينا، والفرق على ذلك الطن 36 دينارا، فهل هذا من الربا أم لا؟ هذا ليس من الربا، ما دمتم اختلف البائع، بائع جهة حكومية بقيمة مخفضة، وإذا أخذتموه من جهة تجارية بنظرة بقيمة مرتفعة، هذا اختلف العقدان فلا يدخل ذلك في الربا. في آخر أسئلته يقول: كان هناك 10 ذهبات منذ سنة 68 وحتى سنة 99 ولم يدفع عليها زكاة، فهل عليها كفارة؟ وإن كانت عليها كفارة فما مقدارها؟ الذهب إذا بلغ النصاب وهو 20 مثقالا تجب فيه الزكاة كل سنة، فهذا الذهب الذي مرت عليه سنين وهو يبلغ النصاب 20 مثقالا فأكثر تجب فيه الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، فتحسب وتجمل عن السنوات الماضية وتخرج، هذا الذي يجب مع التوبة إلى الله عز وجل من تأخير الزكاة عما مضى. نعم، أحسن الله إليكم. المرسلة السين من المدينة المنورة تقول في أول سؤالها: عندما أحمل طفلتي وهي تلبس الحافظة فهل صلاتي صحيحة؟ نعم، لا بأس بذلك، إذا لم يحصل نجاسة بيدك أو من لمسها كانت محفوظة ولا يخرج منها نجاسة، صلاتك صحيحة ولو حملتها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، كان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها عليه الصلاة والسلام. نعم. تقول: عند قيامي بعمرة في الميقات عند ذي الحليفة وأنا مقيمة بالمدينة المنورة، هل يجوز لي القصر والجمع في الميقات وكذلك في المطار قبل إقلاع الطائرة؟ المسافر إذا خرج من البلد وجبت عليه الصلاة بعدما خرج من البلد فإنه يقصر الصلاة لأنه قد باشر السفر، أما ما دام في داخل البلد فإنه لا يقصر الصلاة لأنه لم يشرع في السفر. نعم، أحسن الله إليكم. المرسل جاء سليمان جالو بن عبد الله من غينيا مقيم بالرياض، بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها: هل جاء في السنة المطهرة عن أذكار نرددها أعداد معينة أو محددة كسبعين مرة أو 100 مرة أو 1000 مرة كما رأيت في بعض الكتب تذكر لأسباب مختلفة ترغمنا باستعمال المسابيح، أم ذلك غير وارد؟ أما استعمال المسابيح من باب اعتقاد الفضيلة فيها وأن استعمالها مشروع فهذا لا يجوز وهو بدعة، أما استعمالها مع اعتقاد أنها ليس لها فضيلة وإنما القصد الاستعانة بها على عد التسبيحات أو التهليلات أو أنواع الذكر فلا بأس به،
الحمد لله. إذا لم يعتقد فيها فضيلة ولا أنها مشروعة، وإنما تستعمل من أجل العد فقط، كما يستعمل الإنسان الحصى للعد ويستعمل أصابعه للعد، كذلك المسبحة. ولكن الأفضل أن يسبح المسلم بأصابعه، لأن الأصابع مستنطقات ويحركها بذكر الله عز وجل. وأما أعداد الذكر فيقتصر على ما ورد في الأحاديث، من قال لا إله إلا الله 100 مرة غفرت له ذنوبه، في اليوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بعد الصلوات المفروضة يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فالواجب عليك الرجوع إلى كتب الأذكار الصحيح، مثل كتاب الأذكار للإمام النووي، وكتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم، وكتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتحفة الأخيار للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهذه الكتب، هذه كتب صحيحة وألفها أئمة مشهورون ويعتنون بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليك بالرجوع إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم صوم يوم الخميس والجمعة متصلتين، أو صوم يوم الجمعة أحيانا وليس دائما، شكرا لله تعالى، إذا كان يوم ولادتي مع أنني أصوم الخميس والاثنين أحيانا؟ أما الصيام عن الولادة فهذا غير مشروع، هذا بدعة، ولا يجوز أن تعمل في يوم ولادتك أي عمل خاص من عبادة أو غيرها، لأن هذا من اتخاذه عيدا، وقد جاء النهي الصريح في التشبه بالكفار، وهذا من التشبه بالكفار، هم الذين يحتفلون بأيام مواليدهم ومواليد أنبيائهم وعظمائهم، هذا من التشبه بهم. قال صلى الله عليه وسلم، أن تشبه بقوم فهو منهم. وليس للمسلمين إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، فلا يجوز لك أن تحتفل بيوم ولادتك. وأما الصيام فيكره إفراد صيام يوم الجمعة، يكره إفراد صوم يوم الجمعة لما جاء في النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول، إذا كنت أصلي الشفع والوتر في ركعة، في الركعة الأخيرة، إذا كنت أصلي الشفع والوتر وفي الركعة الأخيرة من الشفع نسيت فقرأت قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ظنا مني أنني في ركعة الوتر، فهل علي شيء؟ لا بأس بأن تقرأ ما تيسر من القرآن في الشفع أو في الوتر، لكن الأفضل أن تقرأ في الركعة الأولى من الشفع سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة التي هي الوتر تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، هذا هو الأفضل. وإن قرأت في هذه الركعات الثلاث بغير هذه السور مما تيسر من القرآن فلا بأس بذلك. نعم. سابقكم الله. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال البخاخات لمرضى الربو في أيام رمضان، وكذا قطرات العين والأنف إذا كان الإنسان صائما؟ أما قطرات العين والأنف فلا تجوز في يوم الصيام، لأنها تتسرب إلى الحلق، تتسرب إلى الحلق. الإنسان إذا وضع القطرة في عينه أو في أذنه وجد طعمها في حلقه، لأنها تسربت إلى حلقه، فلا يجوز استعمالها في النهار، فيؤجلها إلى الليل. وأما استعمال البخاخ من أجل الربو، فالمصاب بالربو يعتبر مريضا، وقد أباح الله للمريض أن يفطر وأن يتعالج ويقضي هذا اليوم الذي أفطره، يقضي بدله من أيام أخرى في أيام صحته. نعم. قد لا يكون المريض الشيخ بالربو يحتاج بخ في أدنى الحلق، يمكن لا يكون يوما مستغنيا عنه طوال يوم. الحال البخاخ ثبت أنه يشتمل على أدوية. نعم. يشتمل على أدوية ورطوبة ماء. نعم. فيه أدوية، ما هو مجرد هواء، إنما هو هواء مخلوط بأدوية ورطوبة، فهذا يؤثر على الصيام. ولكن المصاب بالربو نقول أنه مريض، والمريض يباح له الفطر والعلاج ويقضي إذا تيسر له ذلك من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول، إذا كان المسجد مبنيا داخل سور مربع وفيه أرض غير مبنية وأهل هذه القرية، إذا كان المسجد مبنيا داخل سور وفيه أرض غير مبنية وأهل هذه القرية جعلوها مقبرة لمن يظنونهم من أهل الخير كالأئمة ومدرس القرآن ونحوهم تبركا بموقع العبادة، مع أن للقرية مقبرة عامة خارج المسجد ولا يوجد في هذه الأرض المخصصة قبر،
ولا أحد مدفون، وأنا ممن يصلي في هذا المسجد ومن بعض من يسمع قوله في هذه القرى، فماذا علي تجاه ذلك؟ أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح هذا، نفع الله بكم المسلمين وجزاكم خيرا. هذا العمل غير جائز، لأنك ذكرت وفقك الله أن هذا بقصد الدفن بالقرب من موضع العبادة. نعم. هذا من باب التعظيم ومن باب التبرك، فهذا الدفن حول المسجد لا يجوز بهذا القصد، والواجب أن يدفنوا في المقبرة العامة، وأن تترك الساحة التي حول المسجد لمصالح المسجد. نعم. بقاء هذه الساحة مخصصة لذلك قبل أن يدفن فيها أحد، هل يسري على بأحكام على الصلاة في المسجد؟ ما يسري، لأن القبور خارج المسجد، خارج المسجد وليست متصلة به، ولكن هذا يحرم من ناحية القصد والإرادة بهذا الدفن، فتبعد هذه القبور عن المسجد وتدفن في المقبرة العامة. نعم. هم لم يدفنوا فيها أحدا بعد؟ يمنع الدفن فيها كما ذكر، يدفن في المقبرة العامة، تترك الساحة لمصالح المسجد. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مستمعة بعثت عددا من الأسئلة ولم تذكر اسمها ولم ترمز له، تقول في سؤالها الأول: أنا فتاة أبلغ من العمر 17 عاما، ويريد والدي أن يزوجني من ابن عمي، وهو أي ابن عمها لا يصلي ولا يتصف بالخلق والدين، وعائلته ليست من المصلين بل هم في ضلال إلا أخته، فماذا أعمل؟ وأنا لا أريده الأسباب التي ذكرت، وإذا حصل أن زوجني أبي دون رضا مني لأن أبي أيضا لا يصلي، فهل أنا آثمة في العيش معه؟ وهل العقد شرعي أو غير شرعي؟ وكذلك عمي أيضا لا يصلي، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة جزاكم الله خيرا. عليك بمراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر لتنظر فيما ذكرت هل هو صحيح أو غير صحيح، والمحكمة فيها الكفاية إن شاء الله. نعم. ثابكم الله. في سؤال آخر تقول: بعض الفتيات عندما ننصحهن بستر الكفين بالقفازات المعروفة تقول إن الحجاب ما زال مختلفا فيه بين العلماء وأنه لا دليل على ذلك، وبعضهن تقول إن يديها ليستا من مفاتن الرجال، فهل في ذلك رخصة وهل من دليل؟ جزاكم الله خيرا. الحجاب واجب على المرأة بنص الكتاب والسنة وقول المحققين من أهل العلم سلفا وخلف، والحجاب يشمل ستر جميع بدن المرأة عن الرجال، جميع بدن المرأة، قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولا شك أن المراد بالحجاب ما يستر المرأة سترا كاملا بجميع بدنها من جدار أو ثوب أو باب أو غير ذلك. وأما أن الحجاب فيه اختلاف كما ذكرت، فالعبرة ليست بالخلاف، العبرة بالدليل، وقد قام الدليل على وجوب ستر جميع بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفان عن الرجال الذين ليسوا من المحارم، فإذا صح الدليل وجب الأخذ به وعدم النظر إلى ما خالفه من أقوال أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أتى عندنا بعض أقاربنا وكان منهم ابن عمي، فأمرنا والدي أنا وأخواتي بالكشف أمامه والأكل معه، وعندما رفضنا بسبب الدين هددنا والدي فاضطررنا للكشف، كشف وجوهنا وأكفنا، فهل نحن آثمات في ذلك؟ وماذا نعمل إذا تكرر مثل هذا؟ نعم، أنتن آثمات في ذلك، كشف الوجه والكفين أمام ابن العم، لأنه أجنبي وليس من المحارم. وأما أن والدكم يأمركم بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فعليكن بالامتناع، ومعصية والدك بهذا الأمر لأنه محرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، فعليكن بالامتناع من كشف الحجاب أمام الرجال الأجانب من أبناء العم وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أخي لا يصلي وأحيانا يقوم بسب الله تعالى بشكل شديد جدا، وإذا هجرناه تعدى أكثر وزاد عنادا، ويقول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق، وإذا هجرناه أيضا قد يقوم بالضرر بضررنا، فما العمل؟ هل نحن آثمات في الأكل معه والجلوس معه، علما أنني عندما ينظر إلي أبتسم ولا أستطيع أن أبعد هذه الابتسامة عن وجهي، وقد أبتسم لكل من ينظر إلي حتى عندما يكلمني، فهل في ذلك مأثمة؟ نعم، أدام أنت ذكرتي أنه ارتكب نوعين من الردة، النوع الأول ترك الصلاة متعمدا، والنوع الثاني أنه يستهزئ بالله عز وجل، فهذا مرتد عن دين الإسلام، ويجب على الأقل هجره والابتعاد عنه وعدم مخالطته والابتسام في وجهه. قال جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكونه يزيد شره إذا
هجر فشره عليه، وعلى ولي الأمر أن يقيم عليه الحكم الشرعي، وأما أنتم فهجروه وابتعدوا عنه إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تقول في آخر أسئلتها: أنا طالبة في إحدى المدارس ويوجد مدرس للقرآن الكريم، أذهب إليه لأسأله في بعض مسائل الدين، ويساعدني في إحضار الكتيبات، ويقوم بتسجيل وشراء الأشرطة لي ولبعض البنات، ويساعدنا في بعض أمور الدين، وهذا منذ عدة سنوات، وسبب اختلافنا إليه وزيارتنا له لأنه لا يوجد من يساعدنا من أهلنا، فكلهم في ضلال إلا والدتي وأختي، فساعدني على بداية الهداية حتى كنت أذهب إليه في الأمور الدينية مع كامل الستر والأدب في الكلام ومراعاة أمور الدين، ومع ملاحظة أنه ليس في مكان خلوة لأننا نلقاه في مكان عام وبحضور الطالبات، والمكان العام هو ساحة المدرسة، والرجل سلفي الاعتقاد ومحارب للبدع، فهل أستمر بزيارة الرجل المذكور والاستفادة منه لعدم وجود من يساعدني، أم علي مأثمة في ذلك وفي السنين الماضية؟ وأضيف أني لا أستطيع الخروج من البيت لأتعلم أمور ديني لأنه ممنوع البتة، فبماذا توجهني؟ أنت ذكرتي أمرين: الأمر الأول زيارة الرجل في بيته أو في مكان خاص، وهذا فيه فتنة، تعرض للفتنة، فلا تجوز هذه الزيارة. والأمر الثاني ذكرتي أنه يدرس النساء مجتمعات في ساحة المدرسة، وهذا إذا كان هناك حجاب تام عن هذا الرجل ولا يحصل شيء من الفتنة فهذا أخف، ولكن الأولى أن يدرس الرجال رجال وأن يدرس النساء نساء. فعليكن بالتماس مدرسة من أخواتكن التي تعلمنا القرآن أو تعلمنا الأحكام الشرعية استبدال هذا الرجل مهما أمكن ذلك، ابتعادا عن الفتنة. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. المرسلة رمزت لاسمها بأمة الله عين عين ميم، بعثت عددا من الأسئلة، تقول في أولها: ما حكم الذهاب إلى حفلات الأعراس ونحوها إذا كان بها مجموعة من المنكرات كنساء يغنين ويضربن الدفوف ويلبسنا ألبسة غير لائقة ونحو ذلك من المنكرات؟ الذهاب إلى الحفلات أو إجابة الدعوات إلى الولائم إذا كانت تشتمل هذه الحفلات أو هذه الولائم على منكرات، الذهاب إليها لا يجوز إلا لمن يقدر على إزالة هذا المنكر، فمن كان يقدر على إزالة هذا المنكر فإنه يجب عليه الذهاب لإنكار المنكر، وأما من لا يقدر على إزالة هذا المنكر فإنه لا يجوز له الذهاب إلى هذه الحفلات، ولا تجوز له إجابة هذه الدعوة لأنها دعوة إلى مشاهدة أو حضور المنكرات. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أخوتنا الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم في هذه الليلة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تفضل به من الجواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم بخير، ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم.